برحب بغرفة العمليات معنا اليوم بالمخرج إلي فهد صديق البرنامج من فقرة كن صديقي وشخصيا عم لاحظ على حالي كل ما الاقي شيء هيك فيديو يعجبني بيطلع هو ورا. رح نحكي اليوم معكم عن الاعلان اللي عملته لمهرجان بيروت للسينما. المهرجان بلش نهار الاربعاء من يومين بسينما متروبوليس امبير الاشرفيه. البرنامج حافل بافلام وضيوف جذابين احتفالا بعيد المهرجان العشرين السنه. طبعا فيكم تطلعوا على كامل التفاصيل على موقع المهرجان. نحن لفتتنا دعايه المهرجان بمناسبه العشرين سنه اكثر من الافلام والضيوف، وهالدعايه اخرجها إلي فهد، بنشوفها سوا. So Princess Diana Dodi Al-Fayed, who we now know was killed in the accident, began Google as a research project. Has crashed into the World Trade Center. We don't. And the Oscar goes to Halle Berry. Has he apologized? And I the career of Lebanon's prime minister. So of course, you only get 140 characters to tell your story. And we are calling it iPhone. Barack Obama making history as the first African American. Now reporting that Michael Jackson has died. This is the Burj Khalifa. It's going to be 105 years until it happens again. I came in like the wrecking ball. I have to apologize. Trump is the president. Angelina Jolie and Brad Pitt may perhaps be one of the most shocking moments. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. هاي مع كل الكريديتس كمان لما حدا يزعل. ايه كامله من اول يوتيوب. إلي اول شيء شكرا لانك جيت. عرس اختك اليوم بعد شوي الليله هلا السهره بقى رح تخلص تروح دغري مشان هيك لازم استعجل. انت اول شيء كثير حلو الاعلان، ثاني شيء عملت اللي انا صار لي ست سنين بحياتي عم بعمله ومحيرني وبضيع فيه وبعيش الكوابيس، اللي هي كيف تصنع التاريخ من خلال احداث ربما تاريخية وربما مش تاريخية، بس انت هالأحداث عم تحولها لرموز بتلخص أجيال وبتلخص عمر، كيف اخترت هالأحداث؟ هلا أول شيء المهرجان أنا كتير كتير بحبه. It's very يعني حبي لبيروت فيلم فيستيفال is personal. فقررت أنه بما أنه صار لهم 20 سنة لما خبرتني قالتنا، فأنه هالسنة بيصير لهم 20 سنة، قررت أرجع لشيء اللي أنا أكتر شيء بعرفه اللي هو شو صار. أكثر شيء أشياء أنا بتذكرها بالعشرين سنة. أنت قد إيه عمرك؟ أنا 28. 28. فصرت فتش على الإنترنت وهيك، أكيد بتلاقي بكل سنة على طول بيصير أشياء سياسية، على طول بينفجر بلد، على طول في بلد بيتعاقد مع بلد، هدول الأشياء اللي على طول بنسمعهم، بس مثلا كلنا بنتذكر إنه بال 97 اكتشفنا إنه ليدي ديانا ماتت وبتخون جوزها، مش إنه بس ماتت يعني، فهدول الأشياء اللي إذا بدك بيذكروني أنا بهيدي السنة. يعني مايلي سايرس اوكي كثير يمكن سخيف الجو بتحسه انه مايلي سايرس واو، بس ات ماركت سمثينج لما تغيرت عن جد. لما هالترانزيشن من بنت كثير بريئه لحدا ديزني ما هيك ديزني برنسس كانت عم شوي يعني عرفت، والبنات اللي كلهم نعم لايك هيدا ذاكرتك يعني هيدا ذاكرتك هيدا كل ذاكرتي بس حولتها لذاكره عامه بذات الوقت. هيدا البوب كلتشر يلي كثير من اذا بدك الاودينس تبع الفيستيفال كان ريليت تو ات. نعم. عرفت مش انه بس انا بيرسونال ما هدول الاشياء بعرفهم. ملفت انه مثلا من تاريخ العربي انت ما شفت بهال 20 سنه الا برج خليفه واطاحه اقاله مبارك. في يعني عم نحكي على صعيد العالم العربي معمول صح او غلط، بس عم شوف القصص اللي بتبقى يعني كيف هو القصص اللي بتعلق بذاكره. يعني حسني مبارك ما بنسى انا لما اخذوه بالشاريو على المحكمه يعني. نعم. في مثل ايكونيك مومنتس ما لما اللي هدول بيصيروا بوب كلتشر يعني. بعدين اكزاكتلي بالقصص العالمية
العالمية مثلا ديانا بريتني سبيرز مايكل جاكسون ويتني هيوستن مايلي سايرس مثلا ليه مش ليدي غاغا لانه ليدي غاغا بعد لهلا عم تقطع بترانزيشنات عرفت تنشيل الفستان اللحم منه شيء ايكونيك اتس ا بيت ديستربينج وديسكاستينج يعني الرموز اللي عم بتنقيها يعني بريتني سبيرز اول مره عملت غنيه ضجت الدنيا كلها بعدنا لهلا بنغنيها فستان اللحمه ليدي غاغا ما بقى بتعترف فيه هي هير سيلف عرفت سو اتس ا بيت الابروتش تبعها از بيت ديفرنت طب بلبنان ثلاث احداث اعتبرتها هي اهم شيء بهال 20 سنه تحرير الجنوب بال 2000 اغتيال الرئيس الحريري بال 2005 ووفاه صباح بال 2014 شو الخيارات الثانيه اللي كانت عندك وشلتها يمكن لما طلعت اثنين نادين نجام اوكي انه مرتين مس لبنان اسمه نادين نجام اتس بيت ويرد يعني وليه ما حطيتها؟ ما حطيتها هيك انه في صباح اهم مثلا عرفت هذا الدفن اللي انا بلاقيه دفن ايكونيك الدنيا كلها نزلت على الطريق تحليل الجنوب ما بنسى انا لما كنا دورنا تي في بالبيت عم نشوف شيء كثير غريب طب 2006 يعني مثلا الحرير الوقت لا انا الاشياء اللي كثير نيجاتيف ما عم بروح عليها عم بروح الاشياء اللي عملت تغيير يعني عملت تغيير جذري عرفت يعني حتى لسه الجامعه بركي اكثر لا ما خص ابدا بس مثلا 14 مارس ما بنسى انا اخواتي نزلوا صفوا بسن الفيل يمشوا على بيرو يعني كانوا اشياء اذا بدك ها هي ايكونيك ما عم جرب لاقي كلمه ثانيه بس ها هي الكلمه يعني هيدي القوه يعني. الحدث لما يتحول لرمز او لايكونه بوقت قصير عرفت هيدا علي انت مثلا كان في شيء بتحب تشوفه بهالكليب او شو رايك بقصة تحويل القصص لقصص ايكونيه يعني قال شغلة كثير مهمة انه يعني كل واحد بتحتأثر عليه بطريقة معينة يعني هي ايقونية بالنسبة له مثلا إيه بس اكتشفت ان تايم انه في كثير اشياء بيتشاركوا فيها العالم مع عرفت يعني مثل وبيتشاركوا بالقصص الايجابية اكثر من السلبية يعني إيه كمان مع الوقت في اشياء ايجابية وفي اشياء اذا بدك في لازم يكون لها قيم لازم يكون لها قيمة إنسانية العالم ممكن تتماهى معها بعتقد هاي الكلمات الثقيلة هون بتيجي تقول رندا شو رأيك؟ شو رأيك؟ أرمل رأيي رأيي الحراك المدني أنا كنت بحب شوفه لأنه بعتبره كمان نقطة إيه بس بعضهم مش عارفين لوين بده يروح بس كانت نقطة يعني هيك بس بهالسنة صار أشياء أهم لما غلطوا أنا بعرف المشكلة من كتابي يعني لما في مليون حدث على التلفزيون أنت بدك تعملهم 100 أي 100 بتختار وكل واحد بيطلع على التلفزيون مفكر حاله هو القصه كلها هو اهم واحد والتاريخ بلش منه من مين بتبلش ومين بتعتبره هو اللي بيلخص مرحله هي اهم شيء قديه هذا الشيء بيلخص مرحله تاريخيه ومرحله جيل عبالش انا نحكي اكثر بهذا الموضوع معك بس هلا في صار اذا بدك روح خلصنا منك يلا خلص فيك يعطيك العافيه ميرسي لي شكرا لك لازم نبلش الحلقه بعد شوي